لا 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 أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهاديا للناس أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. طلاب الأعزاء، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم أينما كنتم، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم التوفيق والسداد. معكم الأستاذ أحمد شوقي عمران، معلم التربية الإسلامية بمدارس ابن خلدون بابتدائية الياسمين. سنكمل بإذن الله عز وجل من دروس مادة التوحيد للصف السادس الابتدائي، وسيكون درسنا اليوم بإذن الله عز وجل تحت عنوان علامات الساعة. وأهداف درسنا أن يبين الطالب المراد بعلامات الساعة، وأن يعلل سبب إخفاء وقت قيام الساعة، وأن يستنبط الطالب علامات الساعة الصغرى والكبرى، وأن يستشعر الطالب ثمرات تعلم أشراط الساعة وأثر ذلك في حياته. أيها الطالب النجيب، من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من أشراط الساعة ونعيم القبر وعذابه وأحوال يوم القيامة وغيرها من الأمور الغيبية التي جاءت في كتاب الله أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك كان واجبا علينا الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من علامات تكون دليلا على قرب قيام الساعة. ولكن السؤال الآن، ما المراد بعلامات الساعة؟ ما المراد بعلامات الساعة؟ الجواب: المراد بعلامات الساعة هي الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تكون قبل قيام الساعة وتدل على قربها. إذن المراد بعلامات الساعة هذه الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنها ستحدث قبل قيام الساعة، وأن حدوث هذه الأشياء وهذه العلامات هو دليل على قرب يوم القيامة. السؤال الذي يطرح أيضا: هل وقت قيام الساعة معلوم، يعلمه أحد من البشر؟ والجواب أن وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله. إذن لماذا استأثر الله عز وجل بهذا الأمر؟ استأثر الله عز وجل به حتى لا ينقطع الإنسان عن العمل، وحتى لا يدعوه ذلك إلى ترك العمل. لو أن الواحد فينا يعرف متى سيموت، ربما يترك العمل الصالح حتى قرب يوم موته، فيكون معرفة يوم الموت هو سبب في تركه العمل الصالح. لذلك فوقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله. لماذا؟ حتى لا يتكاسل الناس عن القيام بما أمرهم الله عز وجل به. لذلك فوقت قيام الساعة لا يعلم به إلا الله، وهو من مفاتيح الغيب التي استأثر الله عز وجل بها، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. طب ما الدليل على ذلك؟ الأدلة في ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، وقوله سبحانه: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا.
إذن طلاب الكرام، معنى علامات الساعة أي الأشياء التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن بظهورها أو أن ظهورها دليل على قرب يوم القيامة. هل أحد من البشر يعرف ميقات يوم القيامة؟ لا، لا يعرف أحدا كائنا من كان موعد يوم القيامة أو موعد قيام الساعة. لماذا؟ حتى لا يتكاسل الناس عن فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. النشاط الأول معنى آيات من سورة النازعات، يقول فيها الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. ليعد قراءة هذه الآيات الطالب النجيب سعود. أحسنت، بارك الله فيك، اقرأها مرة ثانية يا زياد بصوتك الجميل. أحسنت، بارك الله فيك. هيا أيها الشباب نتدبر هذه الآيات من سورة النازعات ونستخرج منها ثلاثة فوائد. من يجيبني من الأبطال؟ أحسنت يا ركان، هذه الآيات تذكرنا بيوم القيامة والعمل له والاستعداد له بالعمل الصالح. أحسنت يا ركان، بارك الله فيك. من يعطيني فائدة أخرى؟ قل يا يزيد. أحسن، هذه الآيات فيها فائدة أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، بارك الله فيه. من يأتينا بفائدة ثالثة؟ هيا يا عبد الله أخبرني يا بطل. أحسن، نعم، هذه الآيات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينذر الإنسان الذي يخشى هذا اليوم ويعمل له، بارك الله فيكم طلاب الكرام. طيب، ما هي علامات الساعة؟ علامات الساعة أيها الشباب تنقسم إلى قسمين، من منكم يخبرني بأقسام علامات الساعة؟ أجب يا عبد الرحمن. أحسن، تنقسم علامات قيام الساعة إلى قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى، بارك الله فيك يا بني وأحسن إليك. إذن علامات الساعة تنقسم إلى قسمين، صغرى وكبرى. طيب يا أستاذ، ما هي علامات الساعة الصغرى؟ من منكم يا أبطال يعطيني علامة من علامات الساعة الكبرى الصغرى؟ نواف أجب يا فتى. أحسنت، قلة العلم، وأنت يا وسام تقارب الزمان، وأنت يا نواف كثرة القتل، وأنت يا فهد كثرة الفتن، وأنت يا عبد العزيز التطاول في البنيان، وأنت يا مهند تضييع الأمانة، وأنت يا سعد كثرة موت الفجأة، وأنت يا سعود كثرة النساء وقلة الرجال. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم، هذه كلها علامات صغرى على قرب قيام الساعة. نعيد هذه العلامات مرة أخرى: قلة العلم الشرعي وظهور الجهل، تقارب الزمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم. والله نشعر بهذا في زمننا، تشعر كأن الأسبوع كيوم، والشهر كأسبوع، والعام كشهر. فهذا علامة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من علامات قرب يوم القيامة. كثرة القتل من علامات، من العلامات الصغرى كثرة القتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الحرج، وهو القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيق. وكثرة الفتن والزلازل والتطاول في البنيان وتضييع الأمانة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. طيب، ما هي العلامات الكبرى؟ العلامات الكبرى منها الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج. الدخان هو دخان
يأخذ بأنفاس الكفار، أما المؤمنون فيأخذون منه كهيئة الزكام ويكون قرب قيام الساعة. دخان يظهر في الجو يأخذ بأنفاس الكفار لا يطيقونه، أما المؤمنون فيكون معهم كهيئة الزكام. كذلك من علامات الكبرى الدجال، وهو رجل كذاب كافر يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية ويحصل على يديه خوارق عجيبة، يطوف الأرض إلا مكة والمدينة ويقتله عيسى ابن مريم عليه السلام. الدابة، وهي دابة يخرجها الله قرب قيام الساعة، قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. طلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وخسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب ونار تخرج من اليمن تسوق الناس إلى أرض المحشر. والدليل على هذه العلامات حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، أسيد رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر يوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى أرض المحشر. النشاط الثاني يا أبطالي: صنف ما هو معدود من علامات الساعة الصغرى وما هو معدود من علامات الساعة الكبرى وما ليس من العلامات. الدجال، هل هو من العلامات الصغرى من العلامات الكبرى أم ليس من العلامات؟ من يجيب؟ أجب يا عبد العزيز. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. الدجال من علامات الساعة الكبرى. كثرة الفتن، أجب يا عبد الرحمن. كثرة الفتن من العلامات الصغرى، أحسنت، بارك الله فيك. التطاول في البنيان، أجب يا فيصل. أحسنت، من العلامات الصغرى، بارك الله فيك. الغيبة، هل هي من العلامات الصغرى أم من العلامات الكبرى أم ليس من العلامات؟ هيا يا ماجد، ليست من العلامات، بارك الله فيك. ريان، أجبني أيها الكريم. طلوع الشمس من المغرب، هل من العلامات الصغرى أم من العلامات الكبرى أم ليس من العلامات؟ طلوع الشمس من المغرب من العلامات الكبرى. السرقة، أجبني يا إبراهيم، هل من العلامات الصغرى أم من العلامات الكبرى أم ليس من العلامات؟ ليس من العلامات. تضييع الأمانة من العلامات الصغرى. وخروج يأجوج ومأجوج، أجبني يا محمد، من العلامات الكبرى. والنميمة ليست من العلامات، بارك الله فيكم ونفع الله بكم. هل هناك ثمرة يحصل عليها الإنسان إذا تعلم أشراط الساعة وعلم علامات الساعة؟ نعم، هناك كثير من الثمرات، منها أنها تزيد الإيمان وتقويه. أنت تعلم أن الساعة قد اقتربت فتزداد في العمل الصالح والتوبة إلى الله والقرب منه سبحانه وتعالى. كذلك تصديق أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم والاستعداد للقاء الله عز وجل بعمل الطاعات واجتناب المعاصي. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: وما أعددت لها. الآن التقويم يا شباب. السؤال الأول يقول: جاء ذكر أشراط الساعة في سورة محمد، اذكر الآية ورقمها و3 فوائد. الآية تقول: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ورقم الآية 18. أما الفوائد فمنها قرب يوم القيامة، ظهور علامات الساعة بها، وجوب الاستعداد ليوم القيامة. السؤال الثاني يقول: ما المراد بالساعة؟ من يجيبني؟ أجب يا محمد. أحسنت، المراد بعلامات الساعة هي الأمور التي تكون قبل قيام الساعة. السؤال الثالث يقول: هات 3 علامات من علامات الساعة الصغرى: قلة العلم وظهور الجهل، كثرة الزلازل والتطاول في البلدان. أحسنت، بارك الله فيك. هات 3 علامات من علامات الساعة الكبرى: الدجال والدابة وظهور الدجال وظهور المسيح ابن مريم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. خيرا. السؤال الرابع يقول: ما الفوائد من تعلم أشراط الساعة؟ 1- زيادة الإيمان وتقويته. 2- الاستعداد للقاء الله عز وجل بعمل الطاعات واجتناب المعاصي. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. انتهى درس اليوم، على وعد بلقاء قريب في درس آخر. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله.